فحث الناس على أن يجعلوا الآخرة بين أعينهم، ذكرهم بالآخرة، لا يقتصر كلامك ووعظك على جعل الناس تصلح أحوالهم في الدنيا، ذكرهم بالآخرة، فمتى أصلحوا أحوال آخرتهم أصلح الله لهم دنياهم، كما جاء ذلك في النصوص. قد عاتب الله المؤمنين في آيات أنهم قدموا الدنيا على الآخرة، كما في قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ولذلك علينا أن نزرع هذا المعنى في القلوب. من أعظم ما يكون من أسباب الضلال أن يأتي من يأتي ويجعل همم الناس مقصورة على الدنيا، بل يجعل ذلك دينا وعبادة، كما يفعله كثير ممن يتسمى باسم الإسلام ويفعل أفعالا مخالفة لدين الإسلام من هذه التنظيمات والأحزاب، يأتون باسم الإسلام على أنه مصلح للدنيا، ويكون قصدهم بدعوة الناس إلى الإسلام أن تصلح الأحوال الدنيوية، ويغفلون ويغفلون الناس عن أمر الآخرة، وبالتالي لا يكون لفعلهم أثر ولا يتمكنون من إيصال الخير للخلق، ويتمكن أعداؤهم منهم. لماذا؟ لأنهم أرادوا الدنيا وكانت مقاصدهم بأفعالهم ومنها مراسم الشرع وشعائره الدنيا فقط، ولم يقصدوا الآخرة. فهذا معنى عظيم لو تأملناه لعلمنا ضلال كثير من الجماعات التي تنتسب للإسلام، لأنهم إنما قصدوا بالإسلام إصلاح أمورهم الدنيوية ولم يريدوا به الآخرة. إذا تقرر هذا المعنى فإن من أعظم الأمور القلبية أن يتبرأ الإنسان من حوله ومن قوته، وأن يعلم أنه لا يمكن أن يصل إلى شيء من أمور الدنيا والآخرة إلا بفضل من رب العزة والجلال. وهذا معنى شهادة الحق: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تعجب ولا تغتر بنفسك ولا بقدرتك ولا بعلمك، فهذه كلها هبات من الله وهبها الله لك، وهو قادر على سلبها منك في لحظة. لا تغتر ولا تظن أن الله عاجز عنك، فهو قادر على إزالة ما عندك في ثانية، في ثانية يجعلك تضيع بيتك وتضيع وتفقد ذاكرتك، ثم تضيع في أمور حياتك فضيعان آخرتك، وليس ذلك على الله بعزيز. ومن هنا علينا أن نستحضر هذا المعنى. هذه المعاني القلبية هي أعلى درجات الإيمان، وهي التي متى تمكنا من زراعتها في القلوب تغيرت أحوال الخلق وصلحت أمورهم. عندما يهتم الإنسان بالأمر الظاهر ويغفل عن الأمر الباطن، حينئذ لا يكون الفعل مؤديا للنتائج الكبيرة والثمرة العظيمة. إذا ذكرت بالأمر الظاهر فاربطه بالأمر الباطن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.